صار لي كبير أساسا صار لي كبير بدون مساندتكم العمل ما طبعا ما كنا بنقدر نعمل شيء، فنحن اللي بدنا نشكر سعادتك والفريق طبعا، ونطمح انه ننفذ مشاريع اكثر ان شاء الله. ان شاء الله نحافظ الإشارة هي الموت يعني يفترض أنه ينظرونها مو كنظرة إلى أي محافظة احتلالية، ما أصاب الدمار، ما أصاب التمعارك، البنية التحتية يعني متعددة كثيرا. إحنا المستشفيات قبل دخول داعش يعني كانت أكثر من 10,000 حسب الشريعة يعني المستشفيات. حاليا وبعد كل هذا لازم يعني بحدود 3,000 شريك، وانت تدرين اكثر الاطباء الاختصاصيين يعني حاليا يعني في مدينه الموصل يعني فمعناته يعني الاقضيه والنواحي يعني كلها يعني زخمها على هذه المستشفيات داخل المدينة يعني. وأيضا يعني جور التطبق الذهاب للمحافظات أو قادة الإيران غالي جدا يعني. إحنا محافظة يعني حسب الإحصائيات يعني نسبة الفقر فيها كبيرة يعني حدود 37% يعني نسبة يعني عالية. ان شاء الله تجيبوا كل الخيرين من المنظمات من القيادات وتسهيل العمل ان شاء الله. عرفنا انا حضرتك كمان التقيت باليو اس اي ان شاء الله وعدوكم. والله كانوا متجاوبين يعني والمدير ادفايزر الكبير مالنا وعدنا وجه يعني هذا اللي بقى عن نكون الكرام في الموصل أكبر. موجودة يعني الحمد لله يعني احنا السنة تقريبا كل الأموال اللي تخصصت مصممة بحدود 70% من المشاريع اللي تم تخصيصها من الدولة يعني تحولت الى عقود يعني مقابل حدود 30% ايضا في طريق سنه 2020 لا سنه 2020 بعد ما خصص ما لها شيء لحد الان بس على اساس انهم يصرفون واحد على 12 يعني 12 مثل الاردنيين